السلام عليكم الخوت، هانين كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير كيف ما ديما الخوت. ان شاء الله فيديو جديد، ملي كنقول لكم فيديو جديد يعني فيديو جديد الخوت. ان شاء الله هذا الفيديو هذا اول حاجه غنديرو هي غادي نشعلوا على الطاجين بعدا كيف هذا، غادي نشعلوا عليه. هذا غادي نقول لكم اش غنديروا في هذا الفيديو هذا واش غنوريكم ان شاء الله. دابا كما لاحظتوا معايا دابا دبرت على العود، ديما كندبر على العود الخوت، ديما كتبر على العود حيت العود كنطيب به، حيت البوطة ما عنديش معاها الخوت. العود عندك العود والفاخر كيكون صحي بالنسبة لبنادم، واخا ما يتريني ما والو غتاكل هاد العيبات هادو على الفاخر وعلى العود. خدا مني يقين اخويا غادي تولي بخير وعلى خير بصحتك. بالنسبة لي انا ما كنتريني ما والو، ولكن كناكل هادشي هادا ديال العود ديال الفاخر كنحس براسي الخوت الله يلا بيه خير. المهم الخوت ماشي موضوعنا هذا، دابا غادي نشعلو كما لاحظتو معايا. أول حاجة كنديرو الخوت كنشعلو، بحال عندي دابا عندي هاد التقيبة هادي هنايا كما لاحظتو معايا، عندي هاد التقيبة هنا غنشدها غندير ليها هكا، حيت هذا راه مجمر، هذا خوت ديال هذا راه طاجين ديال القاع ديال الفاخر، ديرو هنايا حيت هاد الفراينة عندي خاوي، غادي نديرو هذا هاك، نديرو هذا ها. وغنشدو هادا غنشعلوه، نجربو شي حاجة اللي غتشعل دغيا، غادي نديرها فهمتي، نقرر، غادي ندير دانو ديال الحليب تا هما، وغادي نجيب التروفة الرقاق، نطلعهم من الفوق ديال العود، نطلعهم من هنايا. هاد العود هو لي غيشعلو مزيان، و هادي ديال الشوك كيشتفي العافية مزيان، يعني غادي نديرو هاد العملية هادي بحال هكا. أجي من هنا دابا نخليوها تشعل، دابا نخليوها الخوت دابا تشعل، عاد غادي نحط الطويجين ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نمشيو عند الحميمات باش غادي نوريكم ان شاء الله اش غنديروا اليوم. يالله معنا دابا عند الحميمات نطلعوا اليوم. السلام عليكم، الدنيا تقلقات الخوت، هنا الدنيا تقلقات. اللي بغيت نقول لكم الخوت، انا الطوبي قلت لكم الطوبي راه بيض، الطوبي راه شدت لي دابا الطوبي، انا غنطلع دابا ان شاء الله غنوري لكم ريع البيض. البيض اللي حطيت الصبريوليه ديال داك النت ولي دا الدري دا مولاها، هذيك اللي درت لها زيت لها البيض ديالها مع هاد الصبريوليه وحطيتها في الطوبي، الصوت بحال راه عادي من الطوبي، ما فهمتش انا الولاد باقي قداش بيض، نتوما ما غتفهموا والو. المهم قبل ان شاء الله قبل ما نطلعكم الفوق، غادي نمشيو الخوت بعدا نحطو داك الطويجين باش نديرو فيديو ديالنا اللي تحرق لينا داك الطاجين. دابا شعلات العافية الشيخ، دابا ان شاء الله غنحطو الطاجين ديالنا. دابا الخوت حطينا الطاجين ديالنا، هاد الشي كنوريو ليكم الخوت باش ديروه فشي بلايصة فراينة، قلت ليكم حليتها من هاد البلايصة. ديرها وكنشد العويدات بحال هكا، كنشد هذا تا هو بحال هكا، كنشد هذا تا هو بحال هكا، كنشد هذا تا هو بحال هكا، وكنحلوه بحال هكا ولا والي. البصلة والزبيب قطع الله يدير الخير. نادي كناك دابا ان شاء الله غنمساو الطاجين ديالنا، طياب ديال الله تا هو، اي حاجه كنقول لكم ديال الله، الحمام ديال الله، الطاجين ديال الله، اي حاجه كنقول لكم ديال الله. دابا ان شاء الله الخوت دابا غادي نطلعوا نفسروا لكم، ندخلوا البراكه نفسروا لكم اش واقع لداخل. يلا معايا دابا كما قلت لكم الخوت، دابا ان شاء الله غادي نطلعوا
نطلعوا عند هذيك، هاد الوليدات راه شدوا هنا الخوت شي هاد الوليدات هادي هي بلا يستر سبحان الله العظيم. وهنا هاديك البلانش الخوت راه حيدتها من لي، هادي هي البلانش الميستر شي كنحطها على شي قنت كتبيض الحمام. الخوت كما قلت لكم سبحان الله العظيم، هات ها هو راه الطبي مريع على البيض الخوت، راه مريع على البيض الخوت. هو تيجي يضرب لي يضرب لي التليفون غيطيحوا لي شي خوت، راه مريع على البيض. دابا حطيت ليه البيض ديال حطيت ليه البيض ديال هذاك النتوى اللي دا مولاها الوليدات ديالهم تبارك الله شيخ، الوليدات ديالهم قداش وبيض. اش كنقول لكم الخوت الحمام راه تعطيه يعطيك، الحمام تعطيه يعطيك. هادو نقلبها دابا، واش نقلبها دابا واش غتبيض اليوم ولا غدا؟ غنقول لكم دابا، غنقول لكم واش غتبيض. انت غتبيض هادي اللاضات اللي غنعطيك ما تبيض فيها الا غتبيض فيه. هادي لاضات ديال اللي غنعطيكم راه النهار اللي غنقول لكم غتبيض فيه، ما بيضاتش فيه هاد الحمام راه غنحيدوه حنا كاع. الحمام غادي نحيدوه كاع، ما كناش هادشي كنعرفوا ليه خصنا نحيدوه. شي وليدات تبارك الله طلعت قرطاسية وصلصالي. دابا هادو هما اللي عندهم البيض حيدنا. دابا هادي دابا نقول لكم غادي نهبط ونحط التليفون باش نقلبها عاد نقول لكم اش كي. دابا الخوت هادي راه قلبتها، دابا ملي حطيت التليفون قلبتها، هادي يومين غتبيض، هادي غدا ان شاء الله، هادي غدا ان شاء الله غادي دير البيض، غتكون عندها البيضه بلا قشور. غدا غتكون عندها البيضه بلا قشور يعني بعد غدا غتبيض، هادي يومين غتبيض. راه كلمه دازت اخوت، حنا ما كندويوش في الخاوي، هادي يومين غتبيض. الوزغي فين هادشي؟ كرندايزر غنطلعو دابا نوريكم هداك الوليد الفوقاني، واخا معمكش القاعدية اخوت. الطريقة اللي درتها اخوت قلت لكم حقا هادي كنوريتها لكم، هادي راه حطيت الزجاج وراها حطيتهم حطيتهم ميسطحو، قلت علاش منديرش هاد البلاصة هادي غنفرقها بالياجور، غنفرقها بالياجور حمر، غنشري ياجورات حمرين وغنحطهم، ما غنصمر ما غادي نسودي ما غندير والو، غندبر على ياجورات غنضربهم هنايا باش تولي ليا ثلاثة كورة هنايا ولو ثلاثة كورة الفوق. وهادي كيما قلت لكم حتى هادوك راه غنديرهم كورة، غادي نحليهم هاد البارتيات ديالهم دابا إن شاء الله باش نطلعو ندوب لكم دابا في العامر. هادي انت ولا رجعات الخوت، هاد انت ولا كترجعات ليا عقل، شوف هاد انت هو هادي رباها هو هادي رباها هو هادي نجيوتو ما عرفت فين هي، راهي نجيوتو هو هاديك هي نجيوتو، هاديك رمت مات هاد النتوال مات هادي. دابا نوريكم الوليد راهو باغي يضرب كاع، دابا اللي داخلين جداد اللي داخلين عندي دابا جداد، هاد الولد راه ماشي ولدهم، ولدهم هو اللي في البراكة أخرى غنوري ليكم، يعني البدعية الحمد لله كما قلت لكم هاد البدعية أخوة هو هذا. هادو هما اللي كانوا جادو عندي في هذيك البراكة اللي من ليه ولاد القرطاسي والجراني اللي كدات بها الروبريس، اللي كانت جادو عندي في واحد الشبكة بحال هادي، الشبكة بحال هادي كانت جادو فيها ليه في البراكة الأخرى، المتتبعين القدام راه عارفين، هذا وهذا راه ولد القرطاسي، ولد القرطاسي اللي في براكة أخرى، أنا غنمشي معاكم لبراكة أخرى باش نضوخهم هو، غنمشي نوريكم بات هذا. وهاد البدعيه هادي ولكن مع النتوى اللي حيد، النتوى اللي حيد طاجي راه مبلبل الخو. دابا ان شاء الله غادي ندخلو هنا بسم الله
هاي انت وخرجات اخوت زيد زيدي شط طبي اليوم شط طبي شط طبي شط طبي اليوم شط طبيبه شط طبي شط طبي انت شط طبي شط طبي اليوم شط طبي اليوم شط طبيبه شط طبي شط طبي اليوم شط طبي اليوم شط طبي اليوم انت شط طبي هادي اخوت هادي النتوه دابا هاد الجوجه هادي هذاك الوليد اللي وريتكم قرطاسي بوحدو راه والدي وما هادو هاي الانثى او الذكر وهذاك الوليدات اللي وريتكم البدعيه والغرابي رباهم هو هذا ولكن النتوه اللي رجعتوا الفيديوهات نتوه الجراني اللي دات بارو برينس راه ولاد هذاك ولاد هذوك البدعيه والغرابي مع هاد الذكر هذا راه كانوا باماره كانوا عندي هنايا كانوا في هاد البلاصه كانوا في هاد البلاصه اخوتك دير لهم واحد البلاكار هنايا ديك البلاكار اللي كاين مبيضه فيه الصبر يوليه ديك البلاكار اللي مبيضه فيه هو اللي كان هنايا حاط فوق منه ديك الشبكه ديال البلاستيك الكحله كانوا فرخوا لي انا رجعتوا للفيديو راه غتشوفوا المهم بالنسبه اللي ما عارفش دابا ان شاء الله غنشوفوا ديك الوليدات واش مأمنين هما الخوت راه مأمنين تكير تبارك الله راه ما كياديش كيأدي لك عشان شو تبارك الله شيء ما الخوت ها تمام أمر أنا عشينا ولي ويلا عبتي ما غيطلعوا بايدين الخوت عرفتي هاد الزويجة دابا هاد الزويجة الخوت هادي اللي دير في الطوف دابا يعني هاد الزويجة علاش دايرها في الطوف حيت الزويجة ملي كتكون طوب هي اللي خصها دير في الطوف بنادم يدير الحمام ديالو في الطوف ماشي يدير حمام ودير الحمامات في الطوف كاع ما عندو مع الحمام كاع ما عندو في براكة عندو كاع ما عندو ديك الحمامات وديرهم في الطوف هذاك الشيء راه تخربع تدير بياسات ملاح وهذاك الحمام الخوت وهذاك الحمام الخوت النفاخ الكبير هذاك راه زرتو راه رجعتو معايا اول فيديو في الزرت راه تبارك الله شي زويجات اللي كانوا عندي ملاح علاش حيدتهم الخوت ماشي حيدتهم انا وكاك حيدتهم مع السفر ما كيبغيش هذاك النفاخ بزاف هذاك بحال شي دري صغير خاص تخليه تبقى معاه تبقى حداه ما غتسافر ما والو دابا بالنسبه لي كيكون النفاخ ماشي بزاف هذاك ماشي مشكل وكتطلقو وكتفرج فيه الاخر راه ما غتفرج فيه ما والو هذا هو اللي المهم الاخر ما غتفرج فيه ما والو دابا ان شاء الله كما قلت لكم غادي نمشي نطلعوا على الطويجين ديالنا اللي تحرق غادي نكملوا معكم دابا راه كنضربوا هكا وكنضربوا ولا والي ولا والي كي باقا باق مي عايد قطع دابا داك الشيء ناضي حلقنا عليه الخوت بحال شويه اللوز حلقنا عليه بشويه اللوز باش نلقاو من يدوز قطع عيب دابا غادي نمشيو للبراكه الخوت دابا ان شاء الله غنولعوكم مزيان دابا ان شاء الله غادي ندخلو باش غنطلقوا لكم الحميمات دابا اش غندير دابا الخوت انا ما غنطلقش الحمام دابا كامل دابا غنطلق الولاد اش غنطلق غادي نطلق هادو غنطلق الخوت دابا هادو وغنطلق هادو حيت الوليدات خاصك ديما كنقولها لكم راه الوليدات خاص تطلقهم بوحدهم بالنسبه ماشي اي واحد بالنسبه اللي عنده الذكوره في الراديين ما يطلقش الحمام مع الولاد راه ديما كنقولها لكم راه غادي يضيعوا لكم الولاد الولاد راه غادي يضيعوا لكم الا ما ضاعوش لكم الولاد راه غادي تحطوا في الديور غيلقى راحته في واحد الدار غيولي ريح يتشمس ما غيجيك حتى العشيه عادي يجيبات عندك يعني انت ما كتسوى والو فهموني الخوت يعني الحمام خصك دريسي في الاول دريسي على داكشي اللي بغيتي راه غيعطيك داكشي اللي بغيتي بقيتي طالقو الحمام راه ما كتبقاش طالقو نهار كامل انا راه ما كنبقاش طالق الحمام نهار كامل الحمام راه عندي كيخرج كيضحك شويه علاش كيبقى خارج اللي كيدخل اللي كيدخل ما كيبقاش يخرج يعني هما عارفين هادشي عارفين الحمام الحمامه ملي غتخرج دابا من هنا يعني ولا غتخرج من هاد الباب هذا يعني غادي نسد عليها هنا ما غتبقاش تخرج يعني قلت لكم يخرج خاصك تسد البراكه ديالك خاصك تسد البراكه ديالك باش هو يجي ويدخل باش بغيتي تطلقو من شي بلاصه ثاني ماشي غتبقى حالي الباب خاصك تطلقو من شي بلاصه خاصو يجي ويدخل
بالنسبه لي انا خوت عندي كاميرا شاده ليا الحمام واخا نطلقو من بعيد كنشوفو ملي كيدخل، نتوما عارفين هادشي هذا الحمام كنشوفو في التليفون، راك عارف تبارك الله دابا الحمد لله ولا كلشي في التليفون، دابا كنشوف حمامي في التليفون، كنطلق شي حمامه كنعرفها واش جات ولا ما جاش ولا دخلت ولا ما دخلاتش، كلشي كنعرف. يعني بنادم اللي ما عندوش الكاميرا خاصك دير هاد العمليه، خاصك تعرف حمامك واش جا ولا ما جاش. وبالنسبه كيجي مجلوب حتى هو كيجي كيدخل، عمني كيدخل الخوت شي اللي ما عارفينش اللي ما عندهمش مع الحمام وداخلين راه عمني كيدخل، كيدخل من هذيك التقفات شي راه هما ديال الكرياج ديال البني. انا ندخل لداخل وغنوريكم كيدخل، كيدخل من هنا لا بارتي تاع اما وضحت لكم كلشي الامور. كيدخلوا من هنا يعني كيدخل كيتحط هنايا كيجي يدخل للبراد، يعني هاد الدريسات هو اللي خص يكون غادي تخليه مطلوق نهار كامل راه ما غاديش يبقى، راه ما غاديش يدخل لك، خاصك تسد البراكه ديالك باش يدخل في حالات. الا ما شديتيش البراكه غيبقى داخل خارج صافي غتولي كما كنقولوا غتولي السيفه. انا الحمام ديالي كيخرج والله ما كذب عليكم اخوات، كيخرج كنسد عليه الحمامه اللي شبعات عاد دابا الحمام عندي انا عارف راسو غيدخل ما غاديش يبقى يخرج، وتصوروا معايا الحمام دابا ديالي انا عارف راسو الا سديت حتى خرجت وسديت البيبان كيخرج يبقى يتشمات ويبقى المهم كيبقى كياخذ راحته على برا، ملي كترشق ليه عاد كيدخل. علاش؟ حيت عارف راسو غيدخل ما غاديش يبقى يخرج، فهموني. دابا كما قلت لكم ان شاء الله غنخرج الوليدات وحدهم، امتى غنطلق الحمام الاخر؟ غنطلقو حتى العشيه، العشيه عاد غنطلق الحمام الاخر. لاحظوا معايا هادو هما الوليد، هادو كنشدهم في اليد، ها هو الاخر سير خرجوا لي شفتوا لي هادو اما خرجناهم، يعني هادو ماشي مشكل. هادو عطيكم على الدكوره، الدكوره اللي هايجين وفراديين ما كيبغيوش الاولاد، كيبغيوش الاولاد تخرجوا. خرجوا البدعيه، البدعيه خرجناها حتى هي، خرجنا الغرابي والوليدات. الا بغيتي الوليدات يولفوا لك مزيان وما يخافوش وما يحطوش في الديور، ما تلقاهم اخويا بوحد وما تجريش عليهم، تلقاهم بوحدهم وما تجريش عليهم. دابا ان شاء الله نعطيهم الماكله ديالهم. دابا الخوت ان شاء الله الطاجين ديالنا طاب، غادي نحطوه. الوليد الخوت ها هو، الله يلا الوليد طار. واحد فينا هو كاع مشى، اما فيهم دابا كنحسب ليهم تقريبا دارو شي ربع ساعة، ربع ساعة والله ما هبطوا. عم اللهم بارك، عم ماما كيف لكم عم الخوت جينا، عم جينا الخوت، عم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. باقي باقي الخوت دابا طالعين في 20 دقيقة اللهم بارك. والله إلا تقبوا الخوت، والله إلا تقبوا. عما جايين عما غاديين عما غاديين عما الخوت، أشدهم لكم من هنا. الله 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 20 دقيقة الخوت. الله 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 الحمام ديال الجمعية، هادشي ما فيش الضحك،
هادشي ما فيش الضحكة خوتك. اسمع مشاو ويلي ويلي فين مشاو الخوت واو 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 مشاو والله ما بقاو كيبانو ليا الخوت انا ما بقاوش كيبانو ليا والله ما بقاو كيبانو ليا مشاو تراك سباتو ما بقاوش كيبان والله يتغبر اما الخوت راجعين اما راجعين اما جايين الخوت كيبان ليا واحد اللي جاي كاين خو كاين خو اما غيبانو لينا من هنا اما لا لا عاود تظهروا ثاني جهه اخرى اما دايرين اما دايرين اما جايين اما جايين اما جايين اما جايين اما جايين اما ما كيبانو من هنا جاي من هنا دو من هنا غيبانو من هنا غيبانو لينا غبروا غبروا الله يتغبر اما صوت اما صوت جين اما زين اما اللهم بارك 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 شاو اللهم بارك اخوتي اما جاو اما جي اما جينا خوت اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك واحد تحط واحد تحط واحد تحط واحد تحط اول الاول جا اول الاول هي نتيوا نتيوا الصغيره هي اللي جات الاولى والاخر هو محطوط اللور اما محطوط اللور اما باقي ما كيبقاش كيبان لي الخوت ها هو الخوت ها هو جا ها هو جا هو هو طير هو طير هو طير الخوت هو طير ها هو الشيء هذا هو الكبير هو الخوت جاي هو جاي هو جاي هو جاي هو جاي اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اخوت اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك الخوت نجحنا الخوت نجحنا دابا من السماء للدار يعني الحمام اوريجينال عندنا عندنا حمام ديال طريق الخوت عايزكم نقول لكم انا الحمام خاصك تدريسي يعطيه يعطيك دابا الحمام عندي اكسيوم دابا ما كيتحطو حتى شي دار تقريبا دارو 25 دقيقه قسما بالله الخوت دادو عبس 25 دقيقة وما كيطير يعني حمام بير على كما قلت لكم الخوت دابا ان شاء الله غادي نمشيو ونتغداو غنمشيو الخوت ان شاء الله غادي نتغداو باش غادي نطلقوا لكم الحميمات في هاد العشية هادي غادي نخلي الفيديو محبس باش نطلقوا لكم الحميمات ونقول لكم الله يعاونكم